اشرف نزل في الشوط الثاني الدقائق الاخيره واحرز هدف الفوز بالنسبه لنادي الزمالك، اللي كان يمكن الماتش كان مثير من البدايه. الصراحه النهارده ممكن اللقاءات ابتدت الجزء الفني يرتفع، المستوى يرتفع بشكل ما. النهارده شفنا المقصه بيضيع، بنشوف الريتم بقى اسرع بالنسبه للفرقتين. الزمالك بيضيع، مصطفى محمد مازال بيبحث عن المرمى ومازال يبحث عن جزئيه التهديف، بيحاول يوصل، بيحاول يبقى موجود جوه ال 18، لكن طبعا فكره التركيز ودخول الكره جوه داخل المرمى مش موجوده عند مصطفى محمد، لكن بيحاول. ده جزء مهم جدا، مع الوقت اكيد طبعا هيبقى موجود. لكن حسام اشرف احد لاعبي نادي الزمالك وقطاع ناشئين نادي الزمالك بيحرز هدف الفوز بالنسبه لنادي الزمالك، وبالاول مره هذا الموسم نادي الزمالك يبقى في المركز الثاني. يعني النهارده نادي الزمالك بالحصول على ثلاث نقاط بقى في المركز الثاني برصيد 38 نقطة خلف النادي الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 53 نقطة. طبعا ليه بيراميدز برصيد 35 نقطة، ثم المقاولون العرب برصيد 34 نقطة. أقول لكم تشكيل نادي الزمالك اللي ابتدى بيه. نادي الزمالك ابتدى بمحمد أبو جبل، محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود الونش، ومحمد عبد الغني، طارق حامد في وسط الملعب، محمد حسن، اللي يعني محمد حسن لعيب مميز لكن طبعا اتصاب في أول 10 دقايق ونزل مكانه أوناجم، اللي أنا شايفه النهارده كان كويس. يعني أوناجم نزل النهارده الجبهة اليمنى كان كويس ورجع فرجاني ساسي. يعني لما نزل أوناجم نزل فرجاني ساسي مكان محمد حسن اللي اتصاب وخرج بعد 10 دقايق، وأوناجم بقى في الجبهة اليمنى وابتدى يتعامل نادي الزمالك فيه جزئية، خصوصا أن أشرف بن شرقي هو يعني ساعات هو اللي بيبقى صانع الألعاب أو أحمد زيزو، وبالتالي نادي الزمالك كان عنده قوة مميزة جدا في الجبهة اليمنى عن طريق أوناجم. احمد زيزو وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي في الامام ومصطفى محمد فرود نادي الزمالك، ده كان التشكيل الخاص بنادي الزمالك. تشكيل مقصه محمود حمدي في حراسه المرمى وعاصم سعيد واحمد مودي، محمد دبش وعصام صبحي، محمد التوني وصلاح ريكو وايدو موسيز ومحمد ابراهيم وخالد اوتشو وعبد الله مجد. زي ما قلت لكم الريتم كان سريع، نادي مصر مقصه كان مميز جدا النهارده في بدايه اللقاء والشوط الاولاني، يمكن الشوط الثاني لحد ما نادي الزمالك كان بيحاول يحرز هدف الفوز، ولكن طبعا زي ما انتم شفتوا كان التعادل موجود لغايه الدقيقه 93 ونجح زي ما قلت لكم حسام اشرف باحراز هدف الفوز. معنا مين على الهاتف يا جماعه؟ كابتن محمد ابراهيم. كابتن حامد ابراهيم طبعا، كابتن حامد ابراهيم واحد